الحلقة 20 من فقه البيوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا يترتب على الهبة بالنسبة للموهوب له؟ واحد خد هدية يترتب على إيه شرعا؟ أول حاجة يجوز أن يبيعها ويهديها ويرهنها لأنها أصبحت ملكه. أما من يقول أن الهدية لا تهدى فهذا كلام مخالف لا دليل عليه، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إدى ناس صدقة وإداهم هدايا ورجعوا هدوها للنبي صلى الله عليه وسلم تاني. طيب، تاني حاجة، الهبة دي نوعين، هبة على عوض وهبة على غير عوض. الهبة اللي على عوض يعني واحد بيديك هدية ومنتظر منك أن أنت تردها له زي النقطة في الفرح. الناس بتدفع نقطة في الفرح وعارفة أن أنت هتردها لهم تاني، زي واحد بيديك هدية، زي امرأة بتدي جوزها الذهب عشان يبيعه ويوسع التجارة بتاعته. دي مش بتهبه لله، دي بتهبه عشان ده يعود عليها بالنفع عشان استدامة العيشة. طب الهبة على عوض دي غير الهبة التانية، ان اخ اداك هدية وقال لك دي هدية لله بدون مش منتظر المقابل بتاعها. طب الهدية على عوض ده دين يجب الإثابة عليه، واجب عليك انك ترجع النقطة دي تاني. ولو انت هتتجوز زوجة تانية يجب ترد للزوجة الاولى الذهب بتاعها، لان اديتك الذهب لاستدامة العشرة، مش اديتك الذهب عشان تروح تتجوز عليها. لو تعرف كده ما كانش اديتك حاجة. ايه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء احق بهبته ما لم يثب منها. وقال النبي: المسلمون عند شروطهم. لذلك للأب انه ياخد العديات اللي الاولاد اخدوها عشان يسد بيها الناس اللي دفعوا لهم. ما انا الناس بتدفع عدية لاولادك عشان انت هتسد لهم لاولادهم. طب الهبة التانية اللي هي الهبة لله يستحب الإثابة عليها، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. طيب، متى تحرم الهبة من الأب؟ في حالتين. الحالة الأولى إن الأب يدي بعض الأبناء وما يديش البعض الآخر بدون وجه حق وبدون رضاهم، ساعتها الهبة دي تبقى حرام. الدليل حديث النعمان بن البشير يقول وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة. عمرة بنت رواحة دي أم النعمان ابن البشير: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرد عطيته. الحالة الثانية إن أنا أدي أولادي هدية تفسدهم، إن أنا أديهم هدية تخليهم يبعدوا عن ربنا، أجيب لهم كمبيوتر وألعاب تخليهم طول النهار ما يصلوش، دي حرام شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وذكر الله الترف في كتابه في 8 مواضع كلها مواضع ذم وتحذير. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا. حتى إذا أخذنا إلى قوله تعالى حتى، وقال تعالى: وإذا أخذ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. طب ما الأسباب الشرعية اللي تفيد اللي تجعل الأب يعطي الهبة لأحد الأبناء دون بعض؟ أول حاجة لفقره عن الضروريات، عندي ابن مريض وابن تاني مش مريض فبديله ده أكتر، أو عندي ابن مش لاقي ياكل وابن تاني غني فبدي الابن الفقير ما يجعله يواجه الحياة. تاني سبب مكافأة الجميل، مكافأة الجميل.
فابن قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ابن شغال معايا وتعبان معايا وهو بيجيب الفلوس للبيت لازم أديله جزء غير الابن اللي مش شغال معايا وشغال مع نفسه. ثالث حاجة مقابل عمل عمله زائدا عن إخوته في الأرض أو التجارة أو إثناء تعليم أخواته، فيقدر عمله كأجير وشريك ومضارب ويعطيه نصيبه بلا زيادة ولا نقصان. أربعة مقابل مال له قدمه لوالده في تجارته، فيقدر عمله كشريك ومضارب بالمال ويعطيه نصيبه بلا زيادة ولا نقصان. خامس حاجة لتحقيق المساواة في الهبة، فلو جاء ابن سرق ميراث اخواته من أمه يجوز للأب إن هو يمنعه ويدي اخواته مقابل اللي هو سرقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، أو إن البنات تجهزهم أقل بالزواج الابن، فيدي البنات هدية عشان يبقى كله خد زي بعضه، إلا لو تراضوا يبقى الكلام إيه انتهى. طيب لو إدى الابن هبة محرمة، هذه صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإيه؟ مع الإثم. طب ما حكم أب يعاقب ابنه الفاسق بمنعه من حقوقه المادية؟ الكلام ده حرام. سيدنا يعقوب كان بيحب يوسف ولم يعاقب أولاده ماديا، ولكن ممكن يعاقبهم من الناحية العاطفية، وزي الزوجات، فالمساواة في المال واجب والمبيت واجب، ولكن العاطفة لا تجب فيها المساواة. النوع الرابع من المعاملات المادية العارية. لماذا نعير؟ ليه بنسلف الناس حاجاتنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب السؤال، كيف نعير إعارة شرعية؟ إن يكون مكلف جائز التصرف، عاقل بالغ حر رشيد، بتحديد المعار الحاجة اللي هيسلفها، وإن يكون حلال، ما ينفعش أسلف واحد خمرة ولا سلف واحد خنزير، ويسلف بإنجاز، ويحدد المعار له وبشرط ألا يستعين على محرم، ويسلف الحاجة دي الواحد ويعلم أن هذا الرجل لن يستعين بها على محرم. طب ماذا يترتب على الإعارة بالنسبة للمستعير؟ إنها أصبحت أمانة يجب أن يحافظ عليها ويردها سليمة كما أخذها. طب لو هو ولو طب لو باظت منه، لو فسدت منه، نشوف فرط ولا ما فرطش. إن فرط يضمنها، طب لو ما فرطش لا يضمنها. طيب متى يجب أن يرد الشيء المعار فورا؟ في ثلاث حالات. الحالة الأولى إن صاحب الحاجة يطلبه بيها ولو لم يتحقق غرض المستعير، لأن الإعارة عقد غير لازم، إلا لو هو بيسلفه اشترط الوقت، أو سيترتب على أخذ المستعار نوع من الضرر يلحق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الحالة الثانية بانقضاء الغرض والوقت إذا كانت العارية مؤقتة، يعني أنا استعارت حلل عشان عندي فرح، الفرح خلص أرجع الحلل. الحالة الثالثة موت المعير أو المستعير لبطلان الإعارة بذلك. طيب النوع الخامس من أنواع العقود المستحبة اللقيط. لماذا نلتقط اللقيط؟ لأن التقاطه فرض على الكفاية، ما ينفعش نلاقي عيل صغير في الشارع ونتركه كلنا. طب كيف نلتقطه؟ اللي يلتقطه لازم يكون مكلف جائز التصرف، حر عاقل رشيد. ولو التقط طفل فولاه فعليه المسؤولية أمام الله، خلاص هو التقطه بقى عليه المسؤولية أمام الله، فمن شك في قدرته على التقاطه حرم عليه التقاطه. وبالتقاطه للقيط طفل ده، لا يعني ايه لقيط؟ يعني طفل منبوس في الشارع على باب مسجد، او طفل ضل عن اهله، لازم يعرفه. طب لو جاله من ادعاه وذكره وصفه اخذه دون يمين، يبقى لازم يا اخوانا نعرف ان التقاط اللقيط ده واجب على الكفاية، ومن وجد عنده قدرة التقطه، ويجب ان يعرفه ويبحث عن اهله. طيب لو في اتنين ادعوا مع بعض، نلجأ الرسول كان بيلجأ للقائف، القائف اللي بيعرف ده ابن ده ولا ما فيش ده. دلوقتي احنا عندنا تحليل طبية بتقوم بنفس، بيعمل تحليل دي ان ايه عشان يعرف مين ابو الولد ده، لو اتنين يتنزعوا طفل.
وينفق عليهم المال اللي وجدوا معاه، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال. من أولى الناس بحضانة اللقيط إذا ما لقيناش أهله؟ أولى الناس اللي لقاه. ولا يجوز أن يكون كافر ولا فاسق. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.